بنعود مرة أخرى مشاهدينا فقرتنا الحالية كوني قوية وإزاي تقدري تتصدي للمشاكل والصعوبات اللي بتواجهك في الحياة من خلال عزيمتك، من خلال الإرادة، من خلال موضوعات عديدة جدا هنناقشها مع ضيفتنا الأستاذة سوسن ندى أخصائي الإرشاد النفسي والأسري ومدربة المهارات الحياتية. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي. كوني قوية. كوني قوية طبعا. خلينا نبدأ بكوني قوية، إيه اللي مطلوب من المرأة بحيث إن هي تكون قوية تقدر تتغلب على الصعوبات اللي بتقابلها، يكون عندها نوع من التحدي من الإرادة إن هي تتغلب على أي صعوبات على وجه الكون؟ بس خليني أقول لك، إحنا عندنا هرم كده بنتكلم عليه في ثلاث أضلاع، هو الذكاء والقوة والرحمة أو المحبة. بس احنا الذكاء هنا مش بنرمز بيه انت تبقي ذكيه ومش عارفه ازاي تتصرفي، لا تبقي حكيمه. فربنا سبحانه وتعالى هتلاقي عنده ذكاء وحكمه وعنده قوه وقت الحزم هو قوي، وقت المحبه والرحمه هو حنين وضعيف وكلها. فلو هي الانثى عرفت ازاي تستخدم الثلاثه مع بعض بتوازن، امتى تكون قويه، امتى تكون حنينه، امتى تكون حكيمه، تشوف اللي قدامها ايه، هتعرف تسيطر على كل حاجه، هتبقى قويه جدا وهتنفذ كل حاجه هي نفسها فيها الصراحه. طيب كويس قوي. نبدا نقول انه عشان اكون قويه، كتير جدا بيحبطوا من مثلا موقف عدوا بيه، من مشكله عدوا بيها، وبعدين بتحس ان هي مكسوره وضعيفه. ازاي تقول لها قومي مره تانية، استعيدي قوتك وارادتك بحيث ان انت تقدري تتغلبي على الصعوبات بشكل عام؟ خليني اقول لك على حاجه، لما اتولدنا واحنا بيبيز عرفنا نمشي اول ما وقفنا؟ لا. لا، وقعنا ومشينا وقعنا. يوم ما بتعملي حاجه وما بتنجحش، هي حاجه من الاثنين، يا اما هي حاجه مش مناسبه ليكي، يا اما هي حاجه اديتك درس كبير اتعلمتيه وعرفتيه وعرفتي ازاي تتحركي لقدام، خدتي خبره. فمش معنى ان انا وقعت ان انا احبط، بالعكس انا اصلا يكفيني شرف المحاوله. فلازم اخد دايما الحاجه الحلوه من ان انا وقعت وان انا ما اتكسرتش. هو مفيش حاجه بتكسرني، هو انا بقع بسقط وبنجح، بتعلم من الفشل اللي انا فشلته. فلو احنا بصينا للامور بالراحه على نفسنا، ومش ان انا الناس حط عليا سبوت، انا لو فشلت هنا يبقى خلاص الدنيا خلصت، لا خالص، الدنيا لسه بتكمل وبتعلم، ولما بقع كتير بتعلم اكتر وببتدي ابص ايه اخطائي، لكن مش بقعد اعيط عليها، لكن بتعلم من خطأي. هتعرف تمشي. لكن هي مشكله الستات عندنا يا عيني ان هم محطوطين اندر سبوت، انه اوعي تعملي، اوعي 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 اوعي، الناس هتقول، الناس انا مالي بالناس، انا بتعلم. انا يوم ما كنت بيبي زغنن وقعت ولغايه ما عرفت امشي، وقعت لغايه ما عرفت اجري، والاخطاء بتعرفك فبتعلمك. فهي دي اهم حاجه، تتقبلي ان انت تغلطي، تتقبلي ان انت يحصل عندك مشكله وما تعرفيش تحليها وتطلبي المساعده، عادي. فهو ده بس بمنتهى البساطه، تقبلي ان انت تفشلي، هتلاقي نفسك نجحتي. صحيح. طيب خلينا نتكلم على جزئية تانية، اللي هو ان انا بجد ان انا محتاجة دعم، وبجد ان انا لما بكون حاسة بالوحدة او ان انا لوحدي بحس ان انا لا، انا مش قادرة يعني اواجه كل الاشياء اللي انا بشوفها في الحياة والضغوطات. هل الرجل بيحب المرأة القوية ام الضعيفة بس في مجتمعنا؟ في مجتمعنا للاسف الراجل لو قوي هيحب المراه القويه. بس خليني اتكلم على حته ان انا لما بحس ان انا بقيت لوحدي وفي وحده وفي الحته دي، هو انا لو متصله بنفسي قوي وبحب نفسي ومقدره نفسي صح باتزان، زي ما احنا ما قلنا كده هنعمل التوازن ما بين الحكمه والقوه والرحمه، وعرفت امتى اعرف ادي امتى واخد امتى، وامتى احب نفسي قوي، وامتى اقول لا، وامتى اقول وازاي اقول لا، وازاي ادي وازاي ما اديش، هحس ان انا مكتفيه بنفسي، انا مكتفيه بنفسي بروحي. فانا لو متواصله لروحي انا هبقى متواصله لنفسي، فمش هبقى مستنيه حد. يوم ما انت هتبقي بقى واصله لنفسك كده وكينونتك وقافله على نفسك، هتلاقي كل الرجاله بتجري وراكي وعايزاكي. يوم ما انت بتكوني كامله ومش محتاجه حد يكملك، معتمده على نفسك، معتمده على نفسك وحابه نفسك، عارفه تتعاملي معاها، عارفه تكوني سعيده في وسط الناس، عارفه تكوني سعيده وانت لوحدك. احنا هنقف عند موضوع احب نفسي، حب الذات،
او حب النفس الزيت. الاختلاف ما بينه وما بين الانانيه، لانه كتير جدا بيخلطوا ما بين الحاجتين، سيلف سنترد او ان هو بيدور الفلك حوالين شخصيه معينه او نفسي، والانانيه وحب النفس ان انا بحب بنفسي، بحب شخصيتي زي ما هي. حب الذات او حب النفس، او احنا مش بنقولها حب النفس، احنا بنقولها حب الذات وتقدير النفس. قدري نفسك. لو انت عملتي التوازن اللي احنا قلناه برضو، انك تكوني حكيمه، هي الحكمه فين؟ ان انا ما ينفعش انا ونفسي وما بعد الطوفان، ما انت كده ما بقيتيش معتدله. انت كده سبتي ولادك وسبتي جوزك وسبتي الدنيا وانا بس؟ ما ينفعش. لا، لان في الاخر الحياه اخذ وعطى، بس اخذ. اخذ الاول. اخذ من مين؟ اخذ من نفسي مش من حد. انا بقدر نفسي، انا بحب نفسي، انا بشوف نفسي ايه مميزاتي وايه عيوبي وعارفاها. هصلح، ما فيش حد فينا كامل، هصلح من عيوبي بس مش على حساب ان انا اضيع كل الناس اللي حواليا. لا، انا عندي ناس مسؤوله مني. احنا اصلا بنقول دايما انهم محتاجين تعملي دايما خير. لازم تتصدقي، لازم تساعدي الناس. يبقى انا مش هساعد اقرب ناس اليا لو ما عملتش التوازن ده، هوصل للانانيه. فمش معنى حب النفس للاسف اللي سايد دلوقتي انه انا ونفسي وما بعد الطوفان. لا، هو حتى ولا دين من الاديان قال كده، ولا حتى اي حد في الدنيا، ولا صحيح. علم قال كده. قال نعمل توازن، بس في نفس الوقت ما ينفعش ابقى ضحيه وشمعه تحترق من اجل الاخرين. مش هينفع. لازم نعمل التوازن. لازم اعرف امتى ادي حتى ولادي، امتى اعلمهم يساعدوني في البيت، امتى اعلمهم يدوا معايا. انا لو تعبانه خلاص لازم اعمل لنفسي وقت. لازم اشوف انا حابه ايه واعمله. ايه اللي جسمي محتاجه؟ لازم اسمع جسمي. جسمي تعبان يبقى هرتاح. مش هيحصل حاجه لو ما طبختش النهارده، مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه لو ما الحياه ما مشيتش بالمثاليه، بالشكل اللي انا المثاليه دي بيرفكشن يعني. ايوه، بالبرفكشن. مش عايزه اقول انجلش. يعني بالشكل اللي هو مثالي قوي، 100% لانه مفيش حاجه ممتاز يعني، مفيش كده. فطبيعي قوي ان انا اكسل النهارده، طبيعي ان انا جسمي تعبان اريحه، طبيعي ان انا اخد لي ساعه في اليوم بتاعتي اقرا، انام، اعمل رياضه، اشوف انا محتاجه ايه، علشان حتى اعرف ادي بعد كده لنفسي ولغيري. فانا لو بحب نفسي صح، هلاقي الناس كلها حواليا بتحبني. الراجل بقى بيحب الست الضعيفه ولا القويه؟ الراجل لو هو قوي بيحب القويه. الست القويه هتساعده كويس قوي، هتساعده وتنجحه. لو هو ضعيف هيبقى مش حابب واحده قويه. طيب خلينا كمان نقول انه لو انا سيده قويه، وبنقول دايما ان السيدات عندهم او المراه بشكل عام بتقدر تعمل اكتر من حاجه في نفس اللحظه، تشريح المخ كده، فازاي تقدر ان هي تكون قويه، ان هي يكون عندها اراده، ان هي تحقق طموحها واهدافها، يعني كتابه الاولويات او ترتيب الاولويات يتم ازاي؟ تنظيم. بصي، الروتين واخد سمعه وحشه قوي عندنا، بالذات في وطننا في الشرق الاوسط عموما، واخد سمعه انه الروتين، الملل، ايه القرف ده، انا همشي حياتي روتين. الكون قايم على الروتين. الكون قايم انه في صبح بيطلع، الصبح بيطلع فيه الشمس، بيطلعش فيه قمر. بالليل فيه، في صيف. الكون قايم على الروتين. الغرب كلهم بيصحوا في ميعاد معين، بيناموا في ميعاد معين، بياكلوا في ميعاد معين. فانا لو عملت لنفسي تنظيم للوقت، حطيت اهدافي صح، نظمت وقتي صح، انا الساعه دي هعمل كذا، الساعه دي هعمل كذا، الساعه دي بتاعتي، الساعه دي بتاعت الولاد، الساعه دي بتاعت جوزي، الساعه دي بتاعت مامتي، الساعه دي بتاعت اخواتي، الساعه دي بتاعت حاجه في الخير. لازم ابقى واضحه، حاطه اهدافي واضحه، حاطه اهدافي مظبوطه، مظبطه اسبوعي، مظبطه يومي، مديه كل حاجه حقها. هوصل. يمكن مش هوصل بكره ولا بعده، بس هوصل في كل المجالات، لان انا بفكر صح. انا ربنا خلقني اصلا بفكر في كل حاجه، ما بفصلش ما شاء الله. بفكر في التفاصيل. يعني الستات بتفكر ان تفاصيل التفاصيل التفاصيل. أيوة. بتعرف انها تذاكر للولاد هنا وتشتغل هنا وتطبخ هنا وبتعمل كل ده. طب ما هو انا ممكن لو نظمت وقتي هعمل كل ده وهعمله حلو وانا مبسوطه، وانا حاسه اني بعمل خطوه ورا خطوه ورا خطوه، فببني الهرم. ايوه، فبتبسط اكتر، بحس بنجاحي، مش حاسه ان في حاجه واقعه. كوني قويه
مرتبط ان انا بكون قدوه كمان للاولاد. يعني انا لو انا هكون قويه فانا مثل اعلى لبناتي لاولادي بشكل عام. الحاجه الثانيه، هل احيانا الام بتكون عندها نوع من المقارنه ما بين مثلا اصدقائها او اولادها او كده، هل ده بيأثر بالسلب على شخصيه الابناء فيما بعد؟ ده 100%. اولا هو انا مش لازم برضو اكون قدوه قوي، يعني صعب قوي اكون برضو برسم قدام ولادي ان انا البرفكشن، انا مش المثاليه قوي، ما هو انا برضو بني ادم. ساعات هيشوفوا مني الحلو وساعات هيشوفوا مني حاجه غلط، ما انا بغلط. علشان ما تلومش نفسها، صح؟ انت لو حطيتي نفسك في قالب ان انت عايزه تكوني دايما صح وقدوه قدام ولادك، هتلاقي نفسك كل يوم بالليل بتجلدي نفسك، بتجلدي نفسك في مكالمه واحده صاحبتك وانت بتكلميها وهم سمعوكي قالوا ايه ده، ازاي مامي بتقول كده؟ أيوه. هتجلدي نفسك. أيوه. يبقى هتوصلي ان انت ما بتحبيش نفسك، هتوصلي ان انت بتلومي نفسك، فهنوصل للحته الاولانيه. فلا، لازم اتقبل ان انا برضو مش قدوه قوي. انا قدوه لحد ما قادرة اعمل. أوكي. موضوع المقارنه ده بقى مش هو ده المشكله الازليه في ان انت لاقيه جيل ضعيف. للاسف انا ما بقارنش نفسي بحد، ولا انا بقارن نفسي بحد، ولا اولادي بيقارنوا نفسهم بحد. انا بقارن نفسي بنفسي، وبقارن نفسي بالاهداف اللي انا كاتباها عشان عايزه احققها. حلو جدا. فانا بحطها قدامي، يعني احنا بنعمل بورد كده صغننه بنكتب فيها اهدافنا ونحطها قدامنا. نشوفها الصبح ونشوفها بالليل ونعمل كليك كده على الحاجه اللي احنا عملناها. فانا بقارن نفسي بنفسي. فلو قارنت نفسي بنفسي هوصل ان انا بقيت احسن من نفسي في فتره معينه. احسن من نفسي، دي اجمل جمله ممكن نختم بيها لقائنا. بشكرك جدا استاذه سوسن ندى، اخصائي الارشاد النفسي والاسري ومدربه المهارات الحياتيه. نورتينا وشرفتينا، ونلتقي